بسم الله الرحمن الرحيم. دلوقتي هنتابع مع بعض جونيور 5 properties of light. خدنا قبل كده ان light travel in straight line, وايه كمان light refraction, light separation, light travels in straight line, okay, transmitting of light through different material media. كان فاضل عندي جزء واحد بس اللي هي الايه light reflection, light reflection بالR ومعاها L. التانية كانت refraction, دي reflection يعني الانعكاس, انعكاس الضوء. كان في زمان لعبة كده بنحب نلعبها واحنا صغيرين, كنا بنمسك المراية كده ونحطها قدام الشمس ونفضل نعمل كده. شايف الضوء اللي طالع لك ده اهو, بص كده في حاجة ضوء بيتحرك على الورقة, شايفها؟ هي دي اسمها light reflection. شايف الصورة اللي على الورقة اللي بتتحرك دي اهي, احنا ممكن اهي شايف الجزء ده واضح كده شباب؟ هي جونيور 5 في حاجة بتتحرك اهي, دي الصورة بتاع الانعكاس نفسه, يعني اللايت حصل له انعكاس, اوكي؟ الريفليكشن وضحت كده؟ باستخدام ايه؟ بص باينة اكتر كمان على الحيطة, بتبان اكتر اهي, بص كده اهي تاني. يبقى دي اسمها لايت ريفليكشن, رايت ايه؟ ريفليكشن. كنا بنجيب المراية ونحطها قدام الشمس ونبدأ نعمل على الجدران في البيت اللي قصادنا او جنبنا, فبتعمل علامات على الايه؟ على الحيطان. اوكي يا ميس, دي اسمها لايت ريفليكشن. طيب الديفينيشن بتاعها ايه؟ باونسنج. كلمة باونسنج ليها ديفينيشن تاني او ليها مينينج تاني اسمها ريتيرن باك, ريتيرن باك. اوكي نقول كمان مرة, يبقى باونسنج او ريتيرن باك اوف لايت يعني رجوع الضوء مرة اخرى, ري اللي هي شعاع الضوء, وين عندما لايت فول لما الضوء بيسقط, لايت فول on a surface لما بيسقط على جسم. نقول تاني, يبقى bouncing or return back يعني رجوع ارتداده مرة أخرى, of light ray when light fall on a surface. اوكي يبقى ال bouncing أو return back, يبقى أنا عرفت إن الإجابة بتاعتي هتكون إيه؟ light reflection, bouncing return back of light ray when light fall on a surface. طيب ميس قال لي إن أنا عندي two types of reflection. There are two types of reflection. عندي نوعين من الريفليكشن يا ميس, هندرسهم طبعا. Number one regular, regular. Number two irregular, irregular, irregular. يبقى regular reflection يعني انعكاس منتظم. طب و irregular reflection؟ انعكاس غير منتظم. نقول كمان مرة وبعدين هبدأ اشرح الفرق بينهم. يبقى light reflection bouncing off light ray or return back of light ray when the light fall on an object, يعني بمجرد ما الضوء بيقع على الميرور كده اهي, بص كده الميرور الضوء هيقع عليها, بمجرد ما بيقع الضوء عليها بينعكس مرة اخرى اهو زي ما انت شايف كده. تمام تمام. يبقى bouncing يعني رجوع light ray when light fall on a surface. طب انا عندي نوعين من الايه؟ من الريفليكشن, يا اما regular reflection or irregular reflection يعني انعكاس منتظم or انعكاس غير منتظم. طيب يلا نمسك كده واحده واحده فهميني معناهم. هنجيب ورقه الكرتون. انا عندي اول حاجه regular reflection اهي, regular واضحه, regular reflection, regular reflection انعكاس منتظم. ازاي يا ميس؟ قال ان الانعكاس ده بيحصل امتى؟ When the light fall on a smooth surface. شايف؟ تاني يبقى اللايت ريفليكشن لازم يكون عندي smooth surface اللي هو سطح ناعم جدا املس. طب ما الورقه اهي, لا بص حط ايدك على الورقه كده هتلاقي الورقه فيها حاجات خشنه من تحتيها, تمام؟ اسمها rough surface, لكن دي smooth surface يبقى سطح شايني بيلمع زي ممكن الصينيه اللي بتلمع, او smooth surface such as a mirror. اوكي يبقى regular reflection when the light fall on the smooth surface such as a mirror. اوكي ها واضحه تمام. يبقى هنقول كده regular reflection when light
فول لما بيسقط on mirror. اوكي فهمنا يبقى mirror اللي هي المراية. وممكن ايه كمان smooth سطح ناعم or shiny اوكي وممكن نقول معها glass مفيش مشكلة. تاني يبقى when the light fall on the mirror or smooth surface or shiny surface or glass what happened regular reflection. اوكي طب بتحصل ازاي يا ميس؟ بيبقى السطح بتاعنا اللي زي المرايه بيبقى عامل كده تمام ومجرد ما الضوء بيسقط كده اهو بيرتد مره اخرى يعني شوف كده كذا رسمه اهي كده ده اللايت ري دي بقى تقوم منعكسه كده ودي كده ودي كده بص منتظم ازاي يبقى regular reflection bouncing or return back بيرجع الضوء مرة أخرى when fall on ها طالما regular reflection يبقى smooth or shiny glass or mirror ها understand okay طيب irregular بقى اللي هو الانعكاس الغير منتظم تعالي مثل ناخدها irregular reflection الانعكاس الغير ايه منتظم انعكاس غير منتظم تمام هنجيب ورقه زي الكرتونه دي هل السطح ده اصلا سموز قال لي لا يا ميس السطح ده رف سيرفيس رف سيرفيس سطح خشن مش منتظم طيب تعال نجرب نوقع عليه كده الضوء اهو مفيش اي حاجه تمام بينتشر الضوء بشكل ايه مشتت يبقى دي مين ها اسمها ايه رف سيرفيس رف سيرفيس طب تعالي كده يا ميس واحده واحده يبقى الريجولار ريفليكشن وين بيحدث امتى وين لايت فول لما اللايت بيسقط وين لايت فول اون رف سيرفيس وات داز ات مين اوف رف رف سيرفيس يعني سطح خشن تمام سطح خشن اور وايت بيبر الورقه البيضاء اهي زي دي الورقه البيضاء وايت بيبر طب تعالي وريني كده بتيجي ازاي ميس لو انا عندي السيرفيس كده بالشكل ده فالضوء اصلا لما نزل اهو اشعه الضوء نزلت كده اللي هي اللايت ري بدات بقى تعمل ريفليكشن بشكل غريب قوي كده 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 ايه ده مش منتظم لان الورقه خشنه مش منتظمه تمام غير السطح بتاع مين الميرور بص كده كله منتظم تمام تمام لحد كده فهمنا طيب هو الريفليكشن ده سبب لايه يا ميس؟ بيقول لي give reason بعد give reason هو الساينتفك بقى بيجي بكذا شكل give reason seeing يعني انا بشوف seeing your image يعني حضرتك بتشوف صورتك in a mirror ليه بشوف صورتي في المرايه؟ ايه السؤال العجيب ده؟ عشان هي مرايه لا ما يجي ليها حقيقه علميه السطح بتاع المرايه بيخليني اشوف نفسي ليه يا ميس؟ قال لي علشان الضوء لما نزل عليه حصل له ريفليكشن يبقى انا بشوف صورتي في المرايه اهي صوابع ايدينا اهي القلم اهو تمام انا كده بشوف ايه صورتي في الميرور اهو ادي القلم اهو تمام يبقى هقول له due to light reflection due to light ايه reflection due to light reflection due to light reflection طيب ميس سؤال بقى او سؤالين مهمين جدا جدا بيقول لي ايه you can't see you can't see in a dark room in a dark room لا السؤال تاني يا ميس السؤال العجيب ده انا مش قادر اشوف في الاوضه الضلمه مع اني مفتح عينيا مش هي عينينا هي اللي بتشوف لا هي عضو البصر طبعا لكن مش هي اللي بتشوف ما انا حتى لو مفتح عيني والاوضه ضلمه مش ببقى شايف حاجه صح يبقى اساسي عشان انا اشوف الحاجه لازم يكون عندي ايه لايت يبقى انا مش بشوف عشان عندي عينين ان شاء الله امال بشوف ليه بشوف عشان في ضوء موجود في الاوضه اللي انا فيها وطالما في ضوء موجود يبقى فول اون اوبجكت ريفلكت تو اي كوز ديفيجن يبقى هو الضوء بيسقط على الشيء ينعكس على عينيا فيسبب الاحساس بالرؤيه او بيسبب الرؤيه اللي انت بتشوف بيها اتفقنا طيب انا دلوقتي في اوضه دارك اوضه ضلمه تمام احنا ممكن نطفي لحظه كده شوف هتشوفني ولا لا احنا ممكن نطفي الضوء كده طفي الضوء عندي خالص
هنطفي كده. ها شايفني؟ لا انت سامع صوتي مش شايفني، مع انك مفتح عينيك اهو وانا كمان، لكن محدش فينا شايف حد. ليه؟ عشان there is no light، مفيش ايه light. يبقى we can't see in a dark room because، علشان مفيش ايه، because there is no light. طب معناها ايه برضو يا ميشي ان مفيش light؟ طب ايه المشكلة ان مفيش light؟ طب ما انا مفتح عيني مش شايف برضو. عايز افهمها اكتر، تعال افهمها لك بقى. بيقول لي ايه؟ لو انا عندي بنسل بالشكل ده انا شايفه ليه؟ لان الضوء بتاع اللمبه اللي انا مشغلها اهو فول اون ايه؟ اون ذا بنسل. يبقى الضوء وقع على مين؟ على البنسل. يبقى فول اون اوبجكت، خطوتين هم. اوكي، وبعدين بعد ما نزل على القلم ريفلكت، راح منعكس رد تاني. ريفلكت لمين؟ ريفلكت اي، رد على عيني. تمام كده، يبقى عمل له ريفلكت. يبقى الاول فول اون اوبجكت، بعدين reflect to eye، رجع لعيني. ها cause division، خلاني اشوف. سهلة. تاني يبقى لازم يبقى عندي light يسقط على الايه؟ على الشيء. يبقى there is a light fall on object reflect to eye caused vision. صعبة؟ لا جميلة. طب تعالي بقى يا ميس قوليها لي بالgive reason. you can see object in lightning room. انا بشوف لما الضوء بيبقى، اما اشوف you can see object in lightened room، you can see object in lightened room.